أما في حي الشيخ مقصود وضمن ذات المعركة، سيطرت كتائب الثوار على عدة شوارع هناك، واستهدفت مواقع لقوات النظام في حي الميدان بمدافع جهنم، محققين إصابات مباشرة داخل مبنى فرع المداهمة. تقدم الثوار ظهر أيضا في تحريرهم لمحطة وإطفائية الصاخور، وأيضا في المواجهات التي دارت على أطراف حي الحمدانية التي استهدفوا خلالها الأكاديمية العسكرية بصواريخ جراد وقذائف الهاون. محيط فرع المخابرات الجوية شهد معارك مستمرة، وذلك ضمن معركة الاعتصام التي تهدف إلى غزو معاقل النظام وإغلاق طرق إمداده. تقدم الثوار خلالها وبسطوا سيطرتهم على أكثر من 10 مبانٍ جديدة، ليرتفع عدد المباني المحررة إلى 30 مبنى، فيما استهدف الثوار بالصواريخ المدرسة الفنية الملاصقة للفرع، ما أدى إلى سقوط عشرات العناصر من قوات النظام والميليشيات الداعمة لها بين قتيل وجريح. من حلب ينضم إلينا ياسين أبو رائد ناشط إعلامي، أهلا بك ياسين. إذن الثوار يسيطرون على السادكوب ومخفر الراموسة وعدة نقاط أخرى، ما الأهمية الاستراتيجية لهذه المواقع ياسين؟ نعم، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. بالنسبة لأهمية هذه المناطق، تعتبر مناطق استراتيجية تطل على مناطق كثيرة في حي الراموسة وأيضا حي الشيخ سعيد. أيضا هي تقع على طريق بالقرب من طريق الإمداد الرئيسي على أستراد الراموسة، بالإضافة إلى ذلك هي كانت حصن منيع لقوات النظام في تلك المنطقة. لا تزال اشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة في منطقة الشيخ سعيد وأيضا مناطق أخرى في مدينة حلب كقرية عزيزة وأيضا الشيخ نجار وجمعية الزهراء وحي الراموسة، أيضا ما تزال اشتباكات مستمرة على أشدها في تلك المنطقة. على ياسين لو سمحت لي، على ذكر جمعية الزهراء، ما هي آخر الأخبار عن مبنى المخابرات الجوية هناك؟ نعم، بالنسبة للثوار هناك يوجد طبعا خطة عسكرية يقومون بالمسير عليها، استطاعوا تحرير أكثر من 10 مباني جديدة في حي جمعية الزهراء، وهذه المباني طبعا بالقرب من كتيبة المدفعية. الثوار يعملون على أكثر من محور في محيط فرع المخابرات الجوية. طبعا النظام متخبط جدا في تلك المنطقة، هناك تراجع، هناك أيضا عمليات سرقة ونهب من قبل الشبيحة لمنازل جمعية الزهراء. هم يتوقعون طبعا دخول الجيش الحر ودخول الثوار والمجاهدين، لذلك يقومون بهذه العمليات قبل دخوله، وذلك لتغطية أعمالهم وأفعالهم وانسحاباتهم وزج هذه الأمور في الجيش الحر والثوار والمجاهدين. أيضا أريد أن أوضح موضوع آخر في الريف الغربي، ما تزال اشتباكات مستمرة في محيط أكاديمية الأسد وأيضا في محيط كلية المدفعية في منطقة الراموسة، وهناك صوت اشتباكات عنيفة جدا في تلك المنطقة. قوات النظام يوميا تتكبد خسائر كبيرة جدا. ياسين، على ذكر الراموسة، هناك أنباء تتحدث عن سيطرة الثوار على حاجز الهندسة العسكرية، ماذا سيستفيد الثوار من السيطرة على هذا الحاجز؟ نعم، طبعا بالنسبة للحاجز الهندسة لا تزال اشتباكات مستمرة على هذا الحاجز، لكن هذا الحاجز يعتبر هو حاجز مدخل رئيسي لمنطقة مبنى الخدمات الفنية الجوية وتلك المناطق مثل كلية المدفعية. هذا الحاجز هو حاجز رئيسي وهو متراس يعتبر لقوات النظام لتلك المباني العسكرية الضخمة. الثوار عندما يسيطرون على هذه الحواجز سوف يكونون مشرفون بشكل مباشر ويقطعون الطريق على هذه المباني من عدة مناطق في مدينة حلب. طبعا اليوم أعلن حزب الله اللبناني عن أغنية جديدة أصدرها عن مدينة حلب، طبعا هذا إن دل على شيء يدل على عدم قدرته إلا بإصدار الأغاني داخل المدينة في ظل تقدم الثوار الواضح على جميع الجبهات والخسائر الكبيرة التي تتكبدها الميليشيات العراقية واللبنانية في مدينة حلب. الناشط الإعلامي ياسين أبو رائد حدثتنا من حلب، شكرا جزيلا لك. في دمشق أكدت مواقع تابعة للنظام